حسب توجيهات المتولي الشرعي دام توفيقه للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة قسم المشاريع الهندسية، قامت كوادرنا بإكساء طبقة من الإسفلت بسمك 15 سنتيم من شارع الشهداء اتجاها إلى باب الرأس الشريف المؤدي إلى شارع السدرة، بالتنسيق مع قسم الصيانة وقسم حفظ النظام وشعبة الكهرباء وتنسيق مع البلدية والكوادر الخارجية، وقمنا بهذا العمل خدمة لزوار الإمام الحسين.